واحدة من أكثر الجزر قتامة على مر التاريخ، يمنع الدخول إليها أو الاقتراب منها منذ عقود طويلة. جزيرة غرينارد الاسكتلندية المعروفة باسم جزيرة الجمرة الخبيثة. جزيرة غرينارد صنفت كواحدة من أخطر 7 جزر في العالم بعد تحولها إلى مسرح للتجارب البيولوجية منذ الحرب العالمية الثانية، عندما قررت المملكة المتحدة استخدام الجمرة الخبيثة كسلاح فتاك ضد أعدائها، واختارت الجزيرة موقعاً للاختبارات البيولوجية من قبل القوات البريطانية. في عام 1942 استخدم العلماء نوعاً فتاكاً من الجمرة الخبيثة المعروفة باسم فوليوم 14578، والذي تم اختباره عن طريق ملء القنابل بالجمرة الخبيثة وإطلاقها على قطيع من الأغنام وضعت خصيصاً في الجزيرة لإجراء التجارب عليها، فكانت النتيجة موت جميع الأغنام خلال بضعة أيام، إلا أن قنابل الجمرة الخبيثة التي تم إطلاقها جعلت المكان غير مناسب للعيش، ودفعت وزارة الدفاع البريطانية إلى حظر الدخول إليها أو الاقتراب منها. خطة تجارب الجمرة الخبيثة تمت تحت إشراف معهد بورتن داون العسكري التابع لوزارة الحرب البريطانية، والذي وقع على عاتقه عام 1940 تطوير أسلحة بيولوجية يمكن استعمالها ضد ألمانيا للتقليل من المعارك المباشرة بين الجنود. وكان من ضمن الخطة المذكورة إسقاط بذور الكتان الملوثة بالجمرة الخبيثة على حقول راعي الأبقار في ألمانيا لضمان انتقالها من الأبقار المصابة إلى البشر وتسجيل أكبر عدد من الضحايا. ومن أجل إجراء التجارب قام الجيش في صيف عام 1942 بشراء الجزيرة ومنع السكان من دخولها ووضعها تحت الحجر نهائياً. وخلال عشرات السنين التي عقبت التجارب كانت هناك محاولات لإزالة التلوث من الموقع باستعمال المواد الكيميائية والحرق، لكنها لم تنجح. ففي عام 1981 دخل ناشطون بمجال البيئة إلى الجزيرة لجمع عينات من الأرض الملوثة ووضعها أمام معهد بورتن داون للتنبيه إلى حجم التلوث، لكنها لم تنجح. واستمرت محاولات التخلص من التلوث المميت نحو نصف قرن بعد حملات قامت بها مجموعة تعرف باسم قوات الكوماندوز، التي سلطت الضوء على العدوى الفتاكة للجمرة الخبيثة التي تسبب الوفاة عند استنشاقها في جميع الحالات تقريبا حتى مع تلقي العلاج الطبي. وفي عام 1990 أعلنت الحكومة البريطانية سلامة الجزيرة من تأثيرات تجارب الجمرة الخبيثة التي أجريت في الأربعينيات، لكنها لم تكشف عن تفاصيل تلك التجارب إلا في عام 1997، عندما قررت الحكومة البريطانية رفع السرية عن صور تروي تفاصيل التجارب البيولوجية وأسرار مركز الأبحاث التابع للحكومة البريطانية الذي طور سلاحا بيولوجيا باستخدام هذه الجراثيم الخطيرة. لم تكن جزيرة غرينارد الموقع الوحيد الذي أجرت فيه بريطانيا تجارب حربية سرية، لكنها الموقع الأول الذي روى قصة صناعة أبشع أسلحة الحروب، والتي ظلت شاهداً على مخاطر تلك الأسلحة وقدرتها على تدمير البشرية.